يقول: ما حكم من يقول أن سبب تخلف المسلمين هو أن المرأة لا تشارك الرجل في الأعمال؟ تخلف المسلمين سببه مشاركة المرأة للرجل في الأعمال، هذا هو اللي خلف المسلمين. أما لو أن المسلمين تمسكوا بالإسلام وجعلوا المرأة تعمل الأعمال اللائقة بها في بيتها وفي محيطها ومع النساء، والرجل يعمل الأعمال الخاصة بالرجال، كل من الجنسين يعمل بما يليق به، لتقدم المسلمون كما كان هذا في السلف الصالح وفي سالف الأمة، أمة الإسلام. ما تخلفت أمة الإسلام إلا لما طغت المرأة وخرجت عن طورها، واستجابوا لدعوة الكفار في أن تتمرد النساء على الأحكام الشرعية.